عنده حب سيطرة كتير عالي. طيب لما نشوف طاقتكم المشتركة حاليا، أو شو ممكن يكون واحدة من الأسباب اللي أدت يكون في بينكم مشاكل يعني ومجادلات. بيحكي لك pay attention to signs، في إشياء أنت وهالشخص كنتوا مش عم تركزوا عليها كتير، أو كنتوا عم تتجاهلوها أكتر. يعني في طرف منكم أيضا كتير غامض أو ما بيحب يحكي، أو الطاقة بينكم المشتركة كانت طاقة كنتوا بتخبوا كتير في جوا حالكم، مش عم تحكوا، مش عم تعبروا لبعض عن مشاعركم. عم شوف أيضا أنت وهو مركزين على الناحية المادية، وفي منكم سبب المشاكل، إنه واحدة من يعني من سبب المشاكل اللي بينكم، في طرف كان بده ارتباط والتزام جدي ولكن ما حكى فيه، أو كان حس إنه صعب عليه يعبر عن أو يكون صريح مع الطرف الآخر إنه أنا بدي علاقة جدية، بدي ارتباط جدي، لأنه ممكن تكون بداية العلاقة بينكم علاقة صداقة، لأنه عندك أنت هون بطاقتك three of cups، فممكن بدايتك مع هالشخص كانت بداية صداقة. هنشوف أيضا واحدة من الأسباب اللي عم تؤدي إلى خلل بالعلاقة أو مشاكل بينكم، إنه أنتوا عم تحاولوا تحلوا الموضوع بطريقة بفرض السلطة أو بفرض القوة. يعني أنت مش راضي تتنازل ولا هو راضي يتنازل، وعم نشوف إنه ما في تيم وورك، أو ما في مشاركة بالعمل أو مشاركة بالشغل. يعني أنت عم تحاول تشتغل على العلاقة وهو عم يحاول يشتغل على العلاقة، ولكن ما في شراكة. يعني أنت تبني سيناريوهات في داخل عقلك، وهو أيضا عم شوف تحكمه على الموضوع من غير ما تسأل الشخص الآخر، لأنه أصلا في عندكم صعوبة بمصارحة أفكاركم ومشاعركم تجاه بعض. طيب خلينا نشوف خطوتك للمستقبل، أو أنت شو مخطط تساوي بالمستقبل. inner child، انت عم شوفك رح تركز او بدك تهتم اكتر بالطفل الداخلي اللي جواك، او بمشاعرك الداخلية اللي انت عم شوف كنت عم تتجاهلها اكتر، او عم تتجاهلها حتى حاليا. عم شوفك بالمستقبل عم you pay attention، أو عم تهتم بالتفاصيل اللي أنت وبمشاعرك الداخلية اللي عم تحس فيها، بالذات بعواطفك وبإيجابيتك. يعني عم شوف إنه أنت مش حاب فكرة إنه أنت حزين أو زعلان، أو المشاعر السلبية عم تتمكن عليك، أنت مش حاب هالإشي. فأنت عم شوفك عم تهتم أكتر بطبيعة مشاعرك وباللي بتحس في داخلك. يعني إذا أنت عم تشك بالشخص الآخر إنه في معه حدا آخر أو في طرف ثالث بحياته، أو فقط عم تشك بطبيعة التواصل بينك وبينه إنه هو مش جدي وما عم تشوف في إله نهاية، عم شوفك مش رح تجي على حالك أكتر، لأنه مش رح تضحي أكتر، لأنه عم شوف أغلبكم ضحيت أو أعطيت من عندك في سبيل إنه يعني تنجح العلاقة، كان بدك تنجح العلاقة مع الشخص. ولكن عم شوف أغلب عندك ورقة الساحر هون، فأغلب أفكارك أو أغلب طاقتك اللي بتوجهها رح تكون في سبيل مشاعرك أو باللي بتحس فيه أنت من جوا.
أشوفك أيضا في عندك مشروع أو فكرة كرياتيف أو فكرة إبداعية من نوع ما، رح تركز عليها أكتر. يعني عم شوفك مركز على حالك أكتر وكيف تطور من حالك أكتر، ما عم شوفك بالمستقبل مركز كتير على تصليح العلاقة بينك وبين هالشخص أكتر ما إنك مركز على كيف تصلح من حالك وتطور من حالك. خلينا نشوف خطوة الحبيب القادمة في المستقبل. الشخص اللي عم تتعامل معه أو الحبيب أو الشريك رح يمر بفترة صعبة، بفترة رح يتعرض فيها إلى كتير من الإغراءات. رح يكون لأنه أيضا في فترة انعزال هالشخص رح يمر فيها، يعني في فترة مش رح تحكي انت مع هالشخص، ممكن تكونوا حاليا منفصلين او ممكن يخف التواصل او يخف الكونكشن بينكم. عم شوف انه بالمستقبل مش رح يكون هالشخص كتير متحمس الى فكرة الحب، رح يكون متردد بفكرة الحب او بفكرة العلاقة بينكم، لأنه في عنده شكوك ومخاوف داخلية إنه أنت أو برج الميزان في عندك أطراف أخرى، في عندك طرف ثالث. عم شوف إنه هو أيضا إذا في عنده عروض حب خارجية عن العلاقة، ما عم شوفه مقدم على علاقة جديدة، عم شوفه مركز أكتر على روحانيات هالشخص لأنه في عنده مخاوف بالعلاقة. أيضا إذا هالشخص أنت حاس حالك أو ممكن العلاقة بينكم حسيت إنك انظلمت فيها، عم شوف هالشخص مركز أكتر على إنه يكون عادل أو بده يكون يعطي، يعني ينصف في حق العلاقة. عم شوفه مش عم يحاول يكون متلاعب أو إشي مثل هيك، بده الوضع بينكم يكون ناصف وحقاني. أيضا طاقته رح تكون سريعة لأنه في عندك كرت هوائي هون، هالشخص في عنده خبر من نوع ما، رسالة أو إشي حاب يحكي فيه معك، أو عم شوفه رح يحاول يتقرب منك، ولكن بنفس الوقت لأنه هاي حركة تقدم وعندك هون أيضا ناين اوف واندز، يعني هالشخص باني مثل السور حوالين حاله، فعم حسه كأنه متناقض شوي بأفكاره الداخلية مع حاله، إنه بده يقرب منك بده يحكي معك، ولكن في نفس الوقت عم بشوفه دفاعي شوي، أو رح يكون مش بمعنى دفاعي، رح يكون شوي متردد هالشخص، متردد بأخذ الخطوة، أو رح يكون حذر جدا بأخذ الخطوة، أو حذر جدا بكيف يحكي معك، كيف يتواصل معك، كيف تكون بداية الحكي معك. قبل ما نشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل مصير العلاقة، خلينا نحكي شو ممكن الأبراج اللي ممكن تتعامل معها، لأنه دائما شوف بالكومنتات أنا دائما بنسى أحكي شو هي الأبراج، بس الطاقات اللي ممكن عم تتعامل معها في عندك، ممكن تتعامل مع برج الحمل، ممكن تتعامل مع أبراج نارية، ممكن تتعامل مع أبراج ترابية، أيضا في عندي أوراق ترابية هون، ممكن عم تتعامل مع برج العذراء لأنه عندك The Hermit، بس ممكن يكون أي برج آخر، هاي فقط الطاقات اللي موجودة عندي بجهة أو بسايد الشريك. طيب طاقتكم في المستقبل أو مصير العلاقة في المستقبل، في أنت وهو لسبب ما، لأنه هالكرت سيلف سابوتاج،
انت وهو لسبب ما كل ما تصير الامور بينكم، كل ما تتحسن الامور بينكم، في طرف منكم او بيجوز حتى تكون طاقتكم الاثنين، في شخص منكم او انتوا الاثنين عم تحاولوا تخربوا بالعلاقة بحيث انه تختلق أمور أو تتسرع بإصدار الحكم على هالشخص، أو أنت عم شوف جاستس كارد، عم شوف إنه في شخص لازم يكون عادل بحق هالعلاقة، أو يعني لازم تكون، لأنه العدل مش بس فقط بإنه ما يكون في طرف ثالث أو إشي مثل هيك، ممكن أنت تكون مش عادل بحق حالك وبحق الشخص إنك تحكم على هالعلاقة وتتسرع بإصدار الحكم على هالشخص بدون ما تسمح إنه يكون في مساحة يكون فيها تفسير أو شرح للأمور. فطاقتكم بالمستقبل بدك تنتبه من هالإشي. إذا لبعض منكم المنفصلين، إذا رجعتوا لبعض، لأنه عم شوف في عندي Ace of Cups هون، يعني في عندك بدايات بالعاطفة جديدة، ولكن كرت النصيحة Self Sabotage بحكي لك انتبه ما انه تكون متسرع جدا او تطلق الاحكام بسرعة بحكم هالعلاقة او مع هالشخص، بدك تنتبه. عم شوف ايضا في بينكم بالمستقبل طاقة انتظار شوي، من الناحية العقلية أو من ناحية الكوميونيكيشن والتواصل، نشوف في حكي بالفعل بدكم تحكوا فيه، في تطور وانتصار من نوع ما بما يخص العلاقة بينكم، لأنه هالكارت بيحكي عن شخص طالع من معركة أو طالع من إشي منتصر. فعم شوف بما إنه الطاقة مشتركة بينكم، عم شوف إنه في تطور إيجابي رح يكون في صالح العلاقة بينكم. في فقط فترة انتظار بسيطة رح تصير، أو في شخص عم يستنى رسالة أو خبر من طرف معين، ولكن بما يخص البدايات، أو ممكن عم شوف إنه إذا للمنفصلين منكم إذا صار في بينكم مشكلة وانتم مش عم تحكوا مع بعض حاليا، بشوف في بداية جديدة بينكم، وأيضا رح تعطيك نوع من الانتصار أو للطرف المظلوم، أو ممكن تكونوا انتم الاثنين مظلومين بصراحة بالعلاقة، يعني ممكن تكون الظروف اللي بينكم اللي أدت إلى انفصال العلاقة ممكن تكون ظروف خارجية، يعني خارج عن إرادتك وخارج عن إرادته. ممكن ما تكون بالضرورة مشكلة صارت بينكم، لكن عم شوف انه عندك justice card، عندك six of wands و ace of cups، يعني عندك بدايات جديدة وعندك تطور وإشي رح تطلع منه منتصر أو رح تطلعوا منه منتصرين، وأيضا عندك justice card، يعني في عندك عدل رح يصير بالموضوع. ممكن تكونوا انتوا الاثنين اللي انظلمتوا بالموضوع، رح يصير في بينكم يعني نصر، رح تتطور العلاقة. مشوف في ممكن تكون في فترة خمول فقط بينكم بوقت ما تلتقوا مع بعض أو تحكوا مع بعض أو تتواصلوا مع بعض، لأنه في عندي هون طاقة انتظار. أوكي حبايبي، برج الميزان، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح